الأهلي بيتعادل مع دجلة سلبياً عشان يخسر أول نقطتين في مشوار الحفاظ على لقب الدوري في الجولة الخامسة من الدوري. أفشى على إنستا أكد إن مسحته جاءت سلبية من فيروس كورونا وكتب الحمد لله سلبي. جيرالدو هيعقد جلسة مع مسؤولي الأهلي عشان يبدأ يعرف مصيره مع الفريق بعد التعاقد مع ولتر بواليا المهاجم السوبر. موسيماني واجهنا فريق جيد ولا يخاطر كثيرا وأتيحت لنا فرصة واثنان وكان من المفترض أن نستغلهم وخطفنا كرة في أول خمسة دقائق عن طريق وليد سليمان ولكن محمد شريف حصل على وقت طويل من أجل استغلالها وهذه من الفرص التي كانت من المفترض أن تنهي بها المباراة. موسيماني حارس مرمى وادي دجلة قدم مباراة جيدة وأعتقد أنه رجل المباراة. موسيماني كمان كتب قال شوفوا لو أي فريق حصل لهم اللي بيحصل معانا شكله ما يبقى إزاي. الأهلي راح من ميران السبت ومسحة طبية الأحد قبل لقاء سونديب. الأهلي هيستضيف منافسه بطل النيجر سونديب يوم الثلاثاء الساعة 7:30 على ملعب الأهلي والسلام.